Bagram is the deputy consul general of Egypt in Chicago and is here to translate for us. Manar and all the doctors who really made this operation, yeah. And all the nurses and all the workers at the hospital of Banha. معالي الوزيرة، الصورة دي أو المحفل ده حضرتك كنت فيه دي؟ كنت بخدم وقتها في قنصليتنا العامة في شيكاغو، وحصل موضوع أنه فريق الأطباء المصري اللي نجحوا في فصل توأم ملتصقين بالرأس، وكانت أول عملية جراحية بتنجح على مستوى العالم. وأوبرا وينفري سمعت بهذا الموضوع، ف بعض العاملين من اللي عندها اتصلوا بالقنصلية علشان كانوا عايزين يسجلوا أو يعملوا حلقة عن الموضوع ده. الحقيقة العاملين في القنصلية العامة في شيكاغو ما اهتموش بالتليفون قوي، واترمى التليفون عندي. فلما عرفت بالموضوع اشتغلت مع المنتجة على يعني حسيت انه صحيح دي مش شغلتك ومش مهمتك ان انت تساعدي برنامج تلفزيوني ابدا، بس حسيتي انه اللي في بنها لازم ياخدوا الاهتمام اللي يستحقوه، فاشتغلتي حاجة ملهاش علاقة بيكي. يعني فخر لمصر ان طبعا نظهر ويظهر العملية اللي تظهر العملية الجراحية بهذا الشكل. يعني البرنامج بتاع أوبرا وينفري ده يعني مشاهد من يعني ناس كتيرة جدا. فاشتغلت وجبت يعني الأطباء من مستشفى بنها، وجبت الأم والبنت، واشتغلت معهم ان احنا نطلع الحلقة دي بصورة جميلة جدا لمصر. فما كنتش عاملة ان انا هطلع مع أوبرا وينفري خالص، يعني انا بعمل شغلي وخلاص. فليلة التصوير لقيت المنتجة بتكلمني وبتقولي أوبرا وينفري عايزاكي معاها على المسرح. فانا قلت لها لا انا ما اقدرش، انا دبلوماسيه، ويعني لازم تصريح من وزاره الخارجيه. لا من غير تصريح، انا ما اعرفش حاجه عن العمليه الجراحيه، ما فيش حاجه اقدر اضيفها. كويس ان الدكاتره موجودين هم يقدروا يتكلموا. فالحقيقه صممت وقالت لي لا، هي يعني ممتنه للي انت عملتيه وعايزه تكافئك ان انت تطلعي معاها على المسرح. ففعلا حصل وعملنا الحلقه وصورت معاها. انا في الحلقه دي على فكره كنت حامل في ابني الثالث، وهي خلتني الحقيقة أسجل بصوتي شعور الأم لما عرفت إن الولاد ملتصقين في بطنها. فكنت بترجمي؟ لا، غير الترجمة. في بداية الحلقة خالص كنت بسجل بصوتي على إنه الأم إن هي اكتشفت إنه في مشكلة في البيبي، فكنت أنا حامل كمان. فكان الموضوع بالنسبة لي صعب. الفويس أوفر يعني الأداء الصوتي مظبوط. فإنما يعني كانت حلقة جميلة جدا جدا، والأطباء المصريين قد كده كنا فخورين بيهم، وهي عملت حلقة جميلة جدا. وابن حضرتك بقى دلوقتي عنده كم سنة؟ 10 سنين. عندك ثلاثة؟ ثلاثة. واحد الكبير 21 سنة، و16 سنة، و10 سنين. 3 ولاد. ربنا يخليهم.